انا اسمي يوسف عمرو عبد الهادي زغلول، في نادي الصيد. بلعب سباحه، كنت يعني من وانا صغير بحب العب سباحه. يعني اول بطوله ليا يعني كان فاضل لي ايفنت اخد فيه كاس احسن سباح، بس نطيت فيه بدري. تاني بطوله الحمد لله خدت فيها برضه كويس، خدت على كاس احسن سباح مره في 2007، وخدت اول جمهوريه 3 مرات تقريبا. تخصصي باك وتخصصي التاني حر.